شيري هند، يلا يا شيري هند. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي، ما عندكيش شنطه سفر؟ لا عندي الشنطه بتاعت المدرسه، هاند باك حلوه كده، بس لقيتها مش مستاهله يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن طيبه من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقه دي قبل كده؟ لا طبعا رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البتول اللي في فايد؟ انا كنت متاكده انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحه قلقانه وخايفه من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه يا خرابي هيبهدلنا. ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي. ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله. طايله ازرق؟ شريهين انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي شرير يعني، شرير يعني باد جاي. لا باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول. تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه مالحه وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندوتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكوا لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر وتطلعوا على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي. جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكم؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. انت شايفه شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نضيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد؟ بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنايل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري في كيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفت اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجة اسمها ترابنتينا أصلا. أيوة مفيش حاجة اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعة خلصت فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربية؟ اتفضل.
انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يا لا انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف ان احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ كانت كويسه يا نيلي. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوقف يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله. لو عربيه ميز. سيب هو احنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه خروف. ايه هتعمل ايه هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا يعني، ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش هنلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقولك ايه؟ ها. انت مش قلتي ان مو ده الاكس مين بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي. فوريفر يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. ما
بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت ما انا قاعده برن من الصبح؟ نيلي انت ما اتجوزتهوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم، بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامي العفش في المايه ليه؟ بنت نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شرهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شرهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه، ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد ديفينتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا، ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ أنا كده مش هعرف أسوق، مش هعرف أسوق. سوق ايه يا متخلف؟ أنت معاك عربيتك أصلاً؟ قول مش هعرف أعوم. جايز ده مو. مو مو أر يو أوكي؟ مو أنا نيلي، أنا جيت. مو أر يو أوكي؟ أنت كويس؟ أنت عايش؟ أه عايش، بس كنت مريح شوية. ايه ده؟ نيلي. هاي. هاي. سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اللي اخرك كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعة 11. يا نهار ابيض. ايه كان وراك حاجة؟ كده مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم. هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو ودي بليز دو مي ا فيفر، كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، بقالول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم. بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم، هيجي لي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهين جايين. طب رايحين عارفين يا جماعه انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا، انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا، على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني فور لايك 2 اور 3 دايز. لا نبات، احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لينا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف. ايه؟
انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات. فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا ماما احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام. وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. Bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita cinturita, bonita we we, bonita. Fuego, get what you get, what that fuego. Get what you get, what that fuego. B B M M B B M fuego. Come on, get, let's go. Hay fuego en la disco, síguelo. Tengo un ritmo que pone a retumbar todo ese boom boom. Ese cuerpo tiembla como sismo, la zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale muévelo rápido. Acelera más rápido, dale muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más trabajo es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy que hace de ti. مساء الخير. لو سمحت مستر محجوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ميرسي. ثانك يو. ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جد الحق. مين صادق جد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت بتأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول؟ عندنا هنا مخيتو يجنن. بات تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي. اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيحها. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيس. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا أم أكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ده يا تاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدولي. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم.
لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته مش زلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقولك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوك او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه ايه؟ على ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا. ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا. اتفضل اتفضل. روح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي. ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق. حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي. كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا.